دكتور، يعني ما تعتقد انه هذه المقارنه، مقارنه الشخص بنفسه يعني مع الاخرين، هو ظلم للنفس وتحميلها اكبر من طاقتها؟ او على وجهه النظر اللي انا يعني ممكن اشوفها لوجهه نظر اخرى، انه ممكن هي استفزاز للطاقه اللي داخل الانسان وممكن يحسن من نفسه. احيانا لما تقارن بين شخص هي فقط استفزازه حتى يوصل لطموح معين او هدف معين. أنا أتفق معك أنت شخصيا، أنا أعتقد المقارنة هي تصرف بشري لا يمكن أن يتوقف بشكل كامل، الفكرة هي تقويمها، أنت وصفتها كمصدر إلهام، لما تقول هي مصدر إلهام لي لأني أحقق بشكل أكبر، وأتمكن أني أوصل لأماكن أكبر وأكبر في حياتي، أتحقق أهدافي، لكن للأسف في بعض الأشخاص يأخذها كحقيقة وليس مصدر إلهام، مو زي أنت ما أنت قاعد تقول، يأخذها كحقيقة مطلقة، وأن الناس فعلا هم يعيشوا هذه الحياة الجميلة وأنا حياتي أقل، فيبدأ يقارن ليس لأجل الإلهام والوصول إلى هذا المكان، ويتحول الموضوع أكثر لجلد ذات وحزن وزعل على المكان اللي أنا فيه ويأس من الوصول إلى الأماكن اللي هو يتمنى الوصول لها. وهذا هو الفرق، المقارنة كمصدر إلهام شيء لا بأس به، المقارنة كحقيقة مطلقة شيء سلبي بالضرورة. ممتاز. طيب دكتور، يعني في نوع آخر، يعني صاروا بعض الرجال يقارنون زوجاتهم بسيدات من المشاهير ويبغونهم يكونون زيهم، إيش رأيك دكتور في هذه النوعية من الرجال اللي حاب أن يشوف زوجته بما يشاهد يمكن على الشاشة وتكون يعني شخصيتها مقاربة لهذه الشخصية ويعطي مقارنات بينهم؟ طبعا والعكس صحيح كمان، في سيدات وزوجات يحبون يشوفون أزواجهم بنفس الطريقة. أولاً المقارنة في هذا السياق اللي انت وضعت فيه من أكثر التصرفات سمية، لأنها لا تعتبر محفز، لا تعتبر إلا إعلان عدم رضا، ومقارنة أشخاص آخرين بهذا الشريك زي ما قلت ذكرت أنا وأنت بطريقة سلبية، وحتقلل من ثقة الشريك في نفسه وتحسسه بعدم رغبة، يعني هي ليست حتى المحفز الطبيعي لأنه الإنسان يتحسن، كلنا نتمنى أنه احنا نتحسن شخصياً وشركائنا يتحسنوا بغض النظر يتحسنوا فيهاش، لكن المقارنة مع أشخاص آخرين ما هي الدافع اللي إذا تبغى توصل لنتيجة ليست هي الدافع، قد تكون أحد أشكال الباسيف أجريسيف، أحد أشكال الزعل اللي تطلع على الأشخاص الآخرين، هي ليس التصرف صحي على الإطلاق في العلاقات الزوجية. لا تقارن لو سمحتوا، لا أحد يقارن، لأن المقارنة ما هتسوي لنا تفتح باب مشاكل وقلة ثقة في النفس ومشاعر سلبية من الطرف المقابل. ممتاز. يمكن دكتور احنا عندنا برضو شريحة المراهقين عادة هي مرحلة مفصلية ومهمة ولها تأثيرات أكيد كبيرة وتغير وتحديد مسار وأهداف، إيش تأثير هذه المقارنات على هذه الشريحة من المراهقين والمراهقات؟ تأثيرها كبير، زي ما سمعنا الضيفة هاي قبل شوية تقول إنه هي الفترة الأصعب كانت فترة المراهقة لأسباب كثيرة، لكن أولها وأهمها وعدم وعي المراهق لقصر تجربته في الحياة لأنه ما زال صغير في العمر، عدم وعيه بقوانين الحياة إنه السوشيال ميديا وكل ما يعرض هو مجرد صورة وليس واقع، هو اختيار شخصي قدمه الإنسان الذي شاركك هذه المادة لأجل أغراض في ذاته، هو يبغى يظهر بمظهر معين، مظهر الغني، مظهر القوي، مظهر الناجح، وما شارك كامل حياته في أشياء كثيرة هو خبها. طبعا المراهقين للأسف ما عندهم وعي بهذه النقطة ويمروا برحلة للأسف من عدم الثقة بالناس في الانفتاح وأنهم يصدقوا هذه الأشياء كحقائق مطلقة فيما يعني أنه يشعر بمشاعر سلبية بعدها. أتمنى أنه هذا الوعي يزداد، أتمنى أنه نوصل إحنا للمراهق قبل ما يتأثر سلبيا ونقول له إيش هي السوشيال ميديا وكيف الناس يقدموا نفسهم فيها حيث أنه نحميه، لكن حتى لو لا سمح الله ما لحقنا وقدرنا نوعي قبلها نوعي وهو يمر بالمرحلة هذه، لأنه زي ما مرت هيا زي ما قالت هي قبل قليل أنه هي مرت بهذه المشاعر السلبية وكان أهلها وأصدقائها قريبين منها وساعدوا في انتشالها من هذه المرحلة، وهي اليوم معانا قاعدة تحكي كيف تجاوزت هذا الموضوع، وهذا كله دليل على أنه هناك إن شاء الله طريق للنجاح. ممتاز. طيب دكتور، متى تكون يعني المقارنات هذه لها نواحي إيجابية؟ لما يكون مثلا في العائلة نقدر نقول مقارنة حتى الأخوان، واحد مثلا شاطر في المدرسة الثاني يمكن أقل وهم يحبوا بعض، يمكن اثنين أخوان والصغير معجب بالكبير، متى نقدر نقول نحسنها بشكل إيجابي؟ هذه تستريكي على قولهم، هذا الموضوع شوية حساس لأنك أنت ما تبغى تقارن بطريقة فيها تفضيل لأحد الطرفين على الآخر، خصوصا في الأخوان أو الأخوات أو الأبناء، يعني لأنهم هم ينظروا إلى الشخص الأب أو الأم في هذا السياق والمربي بشكل عام كإنسان محايد المفروض أنه يكون في طرف الجميع، فإذا لاحظوا تفضيل معين لأحد الأبناء الآخر ممكن يؤدي إلى نتائج عكسية بالكامل. لكن سؤالك في محله،
المقارنة قد تكون ليست مقارنة أفعال قد ما هي مقارنة قيم، إنه الكل لازم يكون طموح. طموح في إيش؟ ما يفرق، ابن طموح في الرياضيات ومساره علمي، الابن الآخر طموحه أدبي أو طموحه فني، وكان في هذا الاتجاه. المسطرة الأخلاقية ومسطرة الطموح ومسطرة الصدق هي الأشياء هذه اللي من بالإمكان المقارنة فيها، الأخلاق وليس الإنجازات، القيم وليس الأفعال. وبهذه الطريقة أنت تقدر تنمي هذه المشاعر وهذه القيم في الأبناء والبنات يعني بشكل مفيد دون إحساسهم بأنك تفضل أحدهم على الآخر. الله يعطيك العافية دكتور عبد الله غازي. طبعا ما سألناك اليوم في أي ولاية أنت موجود، تعودنا أن أنت متنقل من ولاية إلى ولاية، ويعطيك ألف عافية وعطيتنا المختصر والمفيد على موضوع القيم والسلوك. وأحيانا هذه المقارنات ممكن تكون لكن يتم طرحها بطريقة سلسة، كيف إيصال المعلومة أو إيصال هذه المقارنات بين الأشخاص، ممكن أنت تلينها وتحسنها بطريقة مثلا معينة، هذا إذا أخذناها من نواحي إيجابية. الحين نرجع لهاني وهدى.